السلام عليكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ بصوا بقى، عشان في ناس ابتدت تسال على انا بعمل ايه في نيويورك وشغال ايه وايه طبيعه الحياه وبقالك قد ايه والكلام ده كله. بصوا ماشي، ممكن نتكلم في الموضوع ده بس مش دلوقتي، يعني خلينا نجاوب على الاسئله الاهم اصلا الناس سالها وبعد كده نتكلم. ممكن ده نبقى نعمله فيديو لوحده على جنب. المهم كان في ناس سأله سؤال بيقول، احنا قعدنا كتير والله عشان المهم يعني معلش، السؤال كان بيقول انا لو جيت سياحه البلد وابتديت اعمل اجراءات ان انا اغيرها لفيزا عمل، هل الكلام ده صعب ولا لا؟ وهل يديني الصلاحيه ان انا اقعد في البلد؟ بس يعني في حاجات كتيره كده كانت مشتركه في الموضوع ده، خليني اجاوب عليها. الموضوع باختصار عباره عن خبرين، خبر كويس وخبر وحش. الخبر يبتدي بالحلو، لا يبتدي بالوحش، ان يبقى في حاجه حلوه ننهي بيها. الوحش انك اصلا لو جاي من مصر او من اي دولة عربية او من اي دولة عامة لبلد تانية وعامل الفيزا بتاعتك سياحة، فللأسف ده اصلا ما ينفعش تغيرها الفيزا عمل من جوه البلد، ما ينفعش. فانت ما فيش حاجة اسمها انا معايا فيزا سياحة وهغيرها في البلد بقى immigrations والكلام ده، ما ينفعش يعني، لا يجوز. طيب ده الخبر الوحش. الخبر الحلو بقى ايه؟ ان انت لو كنت بتعمل فعلا ورق عمل عشان تشتغل في البلد، او لو بتعمل الورق ده علشان تقدر تقعد في البلد، فالخبر الحلو بقى بيقول ايه؟ ان انت حتى لو جيت سياحة هنا، ان السياحة بتبقى اسهل حاجة انك تيجي البلد عامة، فانت لو جيت البلد هتعرف اصلا تشتغل. فيبقى كده رقم واحد، انت اصلا لو رجلك خط البلد هنا فانت هتعرف تشتغل. فالموضوع تقريبا منهي، بمعنى انت جيت البلد وخلاص قعدت فيها الليجل او قعدت ليجل، الموضوع هياخد معاك فترة كده كده، لان انت ممكن اصلا يعني في ناس هنا شغالة ما بتقعدش 6 شهور شغالة اصلا، انت تاخد اجازة والكلام ده. فهي بايدك انك تبقى معاك سياحة وتقعد جوه البلد 6 شهور وتشتغل فيهم، ومفيش حاجة اسمها الشغل ده الليجل. مفيش حد بيدي اصلا بني ادم بالعقل كده بيديله 6 شهور سياحة. فالسفارة بتديك 6 شهور سياحة علشان عارف انك هتشتغل، علشان عارف انك هتدي تاكس، علشان عارف ان في اقتصاد هيعلى. هي كده نيويورك اصلا كلها عبارة عن كل انواع الكالتشرز، كل الناشوناليتيز في كل حتة في العالم موجودة هنا. ليه؟ لان هي بلد اقتصاد، بلد بقت زحمة جدا بس كلها شغل. طيب الحاجة التانية، فانت لو بتعمل الورق على اساس انك عايز تقعد مش عايز تشتغل، طيب الحلو ايه؟ الحلو ان انت حتى لو جيت 6 شهور في البلد هنا تقدر بعد 6 شهور ده، لان هو بيقول لك انك هتكسر الفيزا وتقعد الليجل، لو روحت مش هتعرف ترجع تاني. لا، في حاجه كويسه، والحاجه الكويسه دي للاسف بتتعمل مره واحده بس، كويسه جدا، يعني ممكن تخليك تقعد سنه كامله في البلد هنا وترجع مصر وتقدر ترجع تاني. ازاي؟ بعد ما 6 شهور بيخلصوا قبلهم بشهر مثلا، بتروح السفاره وبتعمل حاجه اسمها اكستنشن للفيزا بتاعتك. لما بتعمل اكستنشن للفيزا بتاعتك بيسمح لك ان انت تقعد كمان 6 شهور جوه البلد. بس دي بتعملها بقى يعني الاحسن انك تعملها في الوقت اللي انت مثلا فعلا محتاج فيه الفتره دي، مثلا بتقدم على ورق معين فانت بتاكستنشن شويه علشان الورق يخلص تكون انت لسه فاهم جوه البلد، الكلام ده كله يعني. بس عندك الفرصه انك تقعد سنه كامله جوه البلد وترجع مصر وتيجي تاني، والدنيا لذيذه جدا. نفترض ان انت مثلا خلصت 6 شهور والدنيا كلها خربت معاك وما فاضلش غير 6 شهور اللي مفضلين وهتكسرهم ومش عارف تعمل ايه. في بقى كذا حل، وكذا حل دول بيبقوا يعني بيمشوا بقى محامين والكلام ده. في منهم زي اللجوء السياسي، وفي منهم انك تتجوز، وفي منهم زي مثلا انك تقدم على بص، هي ممكن تمشي بس صعبه شويه، ده لو انت حاجه بروفيشنال جدا في الشغل بتاعك، وده يعني انت يعني بتخلص اللي ما بيخلصش من زي ما بيقولوا. لو شغال مثلا في شركه والشركه دي محتاجه فعلا الشغل بتاعك، وفعلا مش فيش حد عنده نفس التقنيه اللي انت بتعملها بيها شغلك، فشغلك واو بارهم، فساعتها الشركه اللي انت بتقدم فيها دي او مقدم فيها دي هي اللي بتخلص لك ورق في الاميجريشن انك تقدر تقعد في البلد فتره كمان. وفي منهم فعلا بيدوك الورق ويبعتوا لك جرين كارد انك تقعد جوه البلد، بس بيدوك شروط انك تبقى قاعد معاهم في الشركه، وطبعا ذاتس اوكي يعني انا لو هيدوني ورق هقعد في ام الشركه. ف ده بالنسبه للمعلومه يعني. لو انت عندك اسره بقى وبتفكر عشان تيجي البلد وتعمل فيها الكلام ده،
فانت اهم حاجه تعملها لو انت عايز عايز سوري تدرس ماشي، لو عايز تدرس بتقدم على فيزا اي حاجه اسمها فيزا اسمها اف 1 فيزا اف 1 دي بتاعت الدراسه. سوري عشان كان في بس سكول باص فلازم اقفله حتى لو هو الناحيه الثانيه. سوري. تقدم على يعني اهم حاجه انك تقدم على الحاجه اللي انت عايزها قبل ما تيجي هنا عشان انت معاك عيله، حتى لو مش معاك عيله يعني ايا كان. فيزا اف 1 علشان تدرس، فيزا بي 1 بي 2 عشان سياحه لو عايز تسافر، فيزا العمل انا مش فاكر تقريبا اسمها ايه بس كان في فيزا ثانيه اسمها يا ربي لحظه مش فاكر بالظبط، مش عايز افتي، انا كنت عارفها بس مش عايز افتي، انا راحت من دماغي دلوقتي بس عادي ممكن اكتبها لكم تحت يعني في اول كومنت بس. المهم انك لما بتروح تقدم بتقدم قبل ما تيجي هنا على الحاجه اللي انت عايزها، مفيش حاجه اسمها تغيرها هنا انساها، بس علشان تبقى ماشي تمام. ولو معاك عيال كده 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 في شغلك، حتى لو شغال الليجل، حتى لو شغال ليجل، حتى whatever انت بتعمل ايه، عيالك تقدر تدرس ببلاش. العيال اللي هي تحت مثلا سن 12 الكلام ده، عيالك بقى اكبر من كده يقدروا برضه يدرسوا ببلاش، لان لو راحوا الجامعه قالوا لهم احنا عايزين ندرس ومش عارفين ندرس والكلام ده بيخليهم يدرسوا. اعتقد لحد تحت سن 18 21 ما بينفعش، لان هو في الدوله بيقدر ان هو يدفع تاكس لوحده، وتاكس لوحده دي معناها عندهم في الدوله ان هو بيشيل مسؤوليه نفسه، ان ما يقدرش باباه ومامته يحطوه في التاكسس بتاعته، فالموضوع ماني. بس يا رب بقى تكونوا ايه عرفتوا المدلول الكلام اللي انا كنت بقوله يعني. ربنا معاكم، ولو في اي اسئله تانية برضو اسالوها في الكومنتس تحت ان شاء الله ارد عليكم، وانتوا عارفين انا ايزي جدا ان شاء الله يعني ننبسط سوا، وارجع لكم تاني ان شاء الله عشان في اسئله تانية ما جاوبتش عليها.